اللي يريد يعرف اخبار العراق هاي اخبار العراق. شوفون هاي الخرابة، شوفون هاي الخرابة، هاي العراق. شوفون هاي الخردة، هاي مو خردة، هاي ذا. شوفون، تعرفون هاي شنو كانت تنتج؟ بأحدث التقنيات. شوفوا هاي الخردة، هذا حال العراق. اللي يشوف هاي المكينة يعرف حال العراق شنو. زعامة الحكومة الفاسد. شوف هاي المكينة الخردة اللي حكينا عليها، شوف هاي انتاجها، هاي انتاج النسيج السجاد، ارقى انواع السجاد بالعالم مو بس بالعراق. شوفوا هاي انتاجها، شوف شلون تركت، شوفوا هذا الانقاض، هذا حال العراق، هاي حال الصناعة. اذا ماكو صناعة بالبلد ماكو بلد، هاي صناعتنا. شوف تعرفون شو وقت يرجع العراق بخير؟ من تفتر هاي الرؤوة، من ترجع هاي تشتغل وتنتج سجاد النسيج هذا. شو وقت ما ترجع هاي اعاده تدويرها، ها نقول نتامل بالعراق يكون بخير.